يا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصة طب الأعشاب. كما وعدناكم كل مرة نجيب لكم موضوع جديد. اليوم راح نتكلموا على الأسبية. الأسبية هي نوع من أنواع الروماتيزم تجي في العظم. نصيب الشخص اللي تبدأ الحالة هذه يبدأ يعني تطور تاعها تبدأ غير بالعقل. نصيب المريض يشتكي من ظهره دائما، والخلل اللي في ظهره راه يتطور غير بالعقل تدريجيا. دائما يقول لك هاي ظهري، المشية تاعو تتبدل، يبدأ يشتكي حتى يولي ما يقدرش يعني يتقلب في الفراش تاعو، كيكون راقد ما يتقلبش نورمال. تتطور الحالة تاعو، يولي مع الصباح ما يقدرش ينوض، يصبح مبلوكي، يعني يصبح يابس كيما الحطبة، يجي يتحرك ما يقدرش يتحرك، يجي يوقف ما يقدرش يوقف. هنا لأنه الجسم تاعو كامل يتصلب. يبدأ بالعقل، يبدأ المريض يجري مسكين، يصيب ما كاش حل، يقول لك راني يبدأ يمشي مع ليكار، ما يشرب الأدوية، يقول لك ما كاين والو، والحالة تاعو راهي غير تزيد، لأنه المشكل دائما راهو في العظم. وكل ما تتطور الحالة تاعو رايحة من الفقرة الأخرى تاع ظهره حتى يبداو لي روتيل لي اونش تاعو يتسوداو في بعضهم بعض، يعني الباسان تاعو يولي مبلوكي كليا. يزيد لي قيسلو لي ميسك ديالو يولو ما يخدمش، يعني الجسم تاعو لي ميسك تاعو ما يخدموش مليح، ما ينشطوش مليح، حتى وين يعني لي ميسك تاع رجليه يبداو ينقصوا ويبداو يتصلبوا. يأثر عليه نفسيا، يولي ما يقدرش المشية تاعو خي ديفيسيل، يوصل حتى يولي يدير لي بيكي، وكي يمشي ما يقدرش يعني كي يدور يدور كومبلي، كي يمشي ديركت ما يقدرش يدور من ولا من بسهولة. يبدأ يعني المريض في الحالة هذه تاعو راهي غير تزيد تتطور، حتى وين يوصل يقول لك خلاص، يمشي مع الطبيب تاعو يقول له خلاص ما عندكش حل. العظم تاعو يولي كيما الغربال، يعني يولي هشيش. ما الاخر كان ما يلقاش حل يولي الطبيب يقول له ما عليك غير يعني يمشي لابخوتاز، عليه زرع يدير لابخوتاز. المره الاولى يقول لك راهي الجهه اليمنى، بعد تروح اليسرى، والعكس كذلك. يوصل لهذه الحاله وين حتى يعني يتحتم عليه، يقول لك ما كاش حل واحد اخر. بالنسبه لهذه الحاله، الاسبيه تصيب الرجال 3 أضعاف اكثر من النساء، وما عندهاش يعني بكري كان عندها شويه لاج محدد تقدر تقيس من 20 للفوق، لكن مع سوء التغذيه اللي رانا فيها الان حتى مرض ما عنده لاج محدد، يعني يقدر المريض من 15 سنه تبدا بالعقل وما يفيقش حتى يوصل بالك 25 ولا يعني 25 سنه ما فوق باش يفيق لها. نصيبه يعني والمرأة دائما عندها الحالة تاعها تتطور أكثر، لأنه المرأة راها دائما لما تنجب أطفال يعني مع التعب تاعها المنزلي وكامل راها الحالة تاعها تزيد أكثر، وخاصة إذا كان الوزن. يعني المريض دائما في المشكل هذا يحاذر على الوزن تاعه، لأنه كل ما يكون العظم عيان كل ما يتقبلش البوا. هنا المرأة دائما يعني في عدة أمراض نصيبها شوية كومبليكي أكثر من الراجل. كذلك الراجل إذا كان يحافظ على الوزن تاعو دائما يدير المستحيل باش تكون ما عندوش كما نقولوا باللغة الدارجة الدوارة، دائما يحافظ على لأنه تزيد كل ما تكون عنده الدوارة البوا في الدوارة تاعو راح تزيد تأثر عليه وتعقد له الحالة تاعو، ويزيد نفسيا تقدر حتى توصله يعني يجيه الاكتئاب من الحالة هذه، لأنه حياته راح تتغير، ما يقدرش يمشي، يولي مقلق، هذا كامل يلعبوا دور في المشكل هذا. لهنا لما المريض راح يقرر يعني مع الطبيب تاعو، يقول للطبيب يقول له ما كاش ما عندكش حل واحد اخر غير تزرع دير لابخوتاز، يعني زرع عضله اصطناعيه. عندنا اشخاص بزاف اللي يصابوا بهذا المرض الاسبية، مثلا نشوفهم اللي يخدموا في الفريجو والاماكن التبريد، عندنا اللي يخدموا في اماكن فيها السخانه، يعني يوقفوا في السخانه بزاف، يقدر يخدم في وزين وين كاين الحراره بزاف يعني فور، عندنا اللي يخدموا في لي ريستوران كذلك متعرضين لهذا الشيء، واماكن ما لازمش يعني يقدر يتعرض لها، اللي يخدم في البروده بزاف واللي يخدم في السخانه بزاف، هذو العوامل كامل. عندنا النساء اللي يستعملوا في بيوتهم كذلك سخانة بزاف، يعني حتى تكون في فصل الشتاء يقدر العائلة راهي دايرة الأخر يعني درجة الحرارة راه عالية بزاف، تقدر تأثر تزيد عليه على المريض هذا.
هنا يتفادى يقدر. يعني هذه كنصيحه يعني للمشاهدين الكرام، انه ما نستعملوش السخانه المفرطه في الشتاء، وما نستعملوش البروده المفرطه في فصل الصيف، هذا خطر. يعني اي واحد يقدر يتعرض لهذا الشيء. وكذلك يعني ما يقدروش اللي عنده لاسبيه ما لازمش يرفد بزاف، ما يستعملش اللي جات يقدر يعني يقدر يطابس ويعاود يولي ما يكونش جاب الخبر روحه، ويعني يقدر يدير فوجاست يحبس سور بلاس، لانه الالتهاب رايح يتطور وراه ياكل الباسان تاعو، راه ياكل في روحه وراه ينتكل. عندنا لي روتيل هذوك تاع ليونش راهم يحكوا في الباسان، وين توقع انفلاماسيون تولي له التهابات في الدم وفي العظم، وتقدر يعني تكون حوايج حاجه واحده اخرى. ودائما يعني احنا نتفاداو المشاهدين الكرام ما نشخصوش المرض تشخيص كلي، يعني نحاذروا على المريض الحاله النفسيه. كاين حوايج باش المريض يبقى طالع له المورال نفسيا يكون مليح، كاين حوايج كانوا نقولهم يعني رايح يعني نفسيا رايح يتاثر ويزيد على الحاله تاعو راح يزيد. هنا نتفاداو، كاين حوايج يعرفوا المشاهدين الكرام انه نتفاداوهم، ما نقولهمش على المباشر، يعني نقولهم بطريقه غير مباشره للمريض. هنا كما مشاهدينا الكرام دائما نقولوا باللي المريض ماشي كيف المرض، يقدر يكون واحد لكن الانسان ما يكونش كيف الحاله تاعو. نراعيو يقدر المريض راه ياكل في ادويه تاع امراض مستعصيه كما الضغط الدم كما السكري، كاين بزاف حوايج. كاين عندنا يجي واحد عنده البوا، واحد ما عندوش رقيق بزاف، هنا نروحوا للمريض ندرسوا الحاله تاعو ونروحوا للخلطه. ودائما كما نقولوا دائما الحوايج، انا جبنا لكم لهنا بعض الوصفه، كاينه وصفه جبنا الاعشاب تاعها، دائما نقصوا دائما نزيدوا، لانه كاين كي نشوفوا ندرسوا الحاله تاع المريض راه كاين عشبه ما تساعدوش، مثلا الا كان عشبه راهي فيها الحديد، هو عنده الحديد فايت النوم، لا ما نعطوش عشبه فيها الحديد نزيدوا عليه. كاين كذلك نخزروا يعني فقر الدم، كاين بزاف حوايج اللي نراعوا للعشبه واش فيها باش نعطوا نمدوا الخلطه للمريض تكون متوازنه مع الحاله تاعو. لهنا جبنا لكم كما تشوفوا لهنا بيض تاع دجاج عرب، ودائما المشاهد الكريم احنا دائما يعني نوصل لكم الميساج برك، البيض لازم يكون تاع الدجاج اللي ياكل يعني ماكله طبيعيه. لهنا عندنا جذور البطم راهم مطحونين، عندنا زريعة البصل مطحونة، عندنا القسط الهندي. القسط الهندي لماذا دائما يعني بزاف امراض اللي راح القسط الهندي نمدوا للمريض وننصح به، لانه لما يكون المريض الجسم تاعو يعني عنده خمول وعنده كذلك الدم ما يكونش سيركيلي مليح، كذلك راح نمدوه للمريض لانه راح يساعد على الدوره الدمويه. عندنا جبينه كذلك لهنا حنه ومجموعه اعشاب لهنا المريض كذلك اذا كان ماشي، لانه ما تساعدش واحد اللي يخدم، اذا كان المريض قاعد في الدار ماشي خدام وكان يعني يقدر يريح ايامات في الدار راح نعطوا له خلطه كذلك الحنه لهنا مع مجموعه اعشاب، ونوروا له كيفاش يخلطها في الدار ويردها عجينه امبات، ونوروا له كيفاش يستعملها في الباسان تاعو. لما يحطها في ظهره راح المفعول تاعها راح يوصل حتى ليونش ويبدا لانه راح تسرع في العلاج، لانه العلاج راح يدخل يعني من خارج من برا يدخل من الجلد. عندنا كذلك المساج تاعنا لهنا اذا كان خدام ويخدم ما يقدرش يستعنى لا ما يقدرش يريح، لازم نعاونوه بالمساج هذا دائما لكم معروف، نعاونوه يعني يستعملوا في الدار وحده. في الصيف عنده طريقة الاستعمال، وفي الشتاء عنده حاجة، في الصيف يستعمل وما يدوش غير كل 3 أيام، في الشتاء يقدر حتى سمانة باش يدوش، راهي أنه المفعول تاعو يبقى يخدم بالعقل، في الشتاء والصيف ماشي كيف. عندنا لهنا ياغوت طبيعي كما راكم تشوفوا. كذلك لهنا خلطتنا دائما نوجدوها، لالا كان المريض يعني ما عندوش وزن كبير، اذا كان وزن تاعو زايد على الحاله تاعو ننصحوا يعني يستعملوا في الياوت الطبيعي كما راكم تشوفوا لهنا، يدير مورف من لهنا ويحطها في الياوت. هذيك الباطه لهنا يقسمها على 3 مرات، ياكل منها الصباح ونص النهار وفي الليل. اذا كان دائما مع مراعاه يعني حسب التشخيص ما نقدروش نشخصوا على المباشر كل حاله، لهنا كذلك مع البيض نقدروا المريض ياكل حبه في النهار ويستعمل مغرف كبيره من الخليط في الحبه تاع البيض، يقدر يرمي الحبه تاع البيض في مقله سخونه يعني بلا ما تطيب،
تجمد غير شويه، برك ما يقولوا اربع طياب ماشي نص طياب، ويرمي ويحط فيها مورف من الخليط يخلطها وياكلها مره واحده، راهي تعطي له المفعول تاع نهار كامل. مثلا الى دار الجبيره، الجبيره يقضي الى كان ما عندوش السكر ماشي ديابيتيك يبقى بها حتى لربع ايام خمس ايام ويعاود ينحيها ويزيد يعاود واحده اخرى وراه الحاله تحسن بالاقل. واذا كان احنا هذا يعني رانا انقذناه من لابخوتاز، ما يديش لا يستغنى على لابخوتاز، رانا نشوفوا لابخوتاز ما عندناش نستوردوه من الخارج باثمان باهظه، يعني الحمد ربي عندنا كل حاجه في بلادنا، ونظن ما كاش واحد يحب يدير لابخوتاز غير للضروره، لهناك تبقى لابخوتاز حالات حتى الطبيب يعني ما نظرش كي يصيب حل ماهوش رايح يسيف على المريض باش يدير بخوتاز، نخلوها الحالات خاصة مثلا حادث مرور ولا حالة اللي مستعصية ما صبنا لهاش حل كامل. لهنا كما عندنا المريض لازم باش نخلطوا له الوصفة، نخلطوا له العقدة تاعو، يجيب لنا لافينس كومبلي فيها لافياس فيها فيتامين دي شحره فيها فيها يعني كامل تكون، إذا كان عنده السكر كذلك يجيب لنا البيلون تاعو، ولا الراديو هو الأس يعني قبل كل شيء هذا الراديو راح يورينا يعني الدرجات تاع الستاك تاع المرض تاعو شحال راهو. هنا راح نخلطوا له الخلطه ونصحوه ثاني كذلك بعض النصائح في البيت تاعو، نصحوه انه ما لازملوش الماء سخون، ما يدوش بالماء سخون لانه راح يزيد الضرر للعظم تاعو، كذلك الحمام الى راح للحمام ويفهمونا مشاهدي الكرام انه ماشي الحمام ماشي مليح، المريض لازم يعرف ثقافه فاش يستعمل كي يروح للحمام يستعمل الماء دافي، يقدر يخلط الماء بارد والماء دافي، الماء بارد والماء سخون، ويكون ماء دافي وراه في الحمام نورمال ويخدم خدمته في الحمام كيما يقدر. كاين ثاني صوالح نقدروا ننصحوه بهم يستعملهم في الحمام وتكون درجه الحراره ماشي عاليه، هذو كامل عوامل هذو راح يساعدوه باش يستغنى على لابخوتاز. مشاهدينا الكرام ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الموضوع هذا، ان شاء الله موعدنا بكم ان شاء الله في الحصه القادمه راح يكون موضوعنا لابروستات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.